نروح لمحكى القلعة، لأن في حفلات مميزة جدا بتحصل في مهرجان محكى القلعة، وامبارح تحديدا كان في حفلة للمطرب محمد محسن اللي قدم فيها مجموعة من أعماله الخاصة بجانب الأغاني التراثية الشهيرة زي أهو ده اللي صار وحبات الندى والبحر بيضحك ليه. كمان كان في حضور جماهيري كبير جدا من الجمهور المستمتع بالحفلات اللي بتحصل، وكمان كان في حفلة للمطربة نوران أبو طالب اللي غنت الحلوة دي ولأ مش أنا اللي أبكي وسألك أو سألتك عفوا. خلونا نشوف تفاصيل اللي حصل في حفلات معك محكى القلعة امبارح من خلال التقرير ده، ونرجع ونكمل معاكم باقي الكلام. اهلا بيكم في ليلة جديدة من ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ30، المهرجان اللي جمع فنانين من مختلف الجنسيات وكمان جمهور من مختلف الأعمار والمحافظات. ليلة جميلة كلها حب وسعادة وأجواء حضارية وثقافية وحالة من الاستمتاع بالعروض الموسيقية والغنائية. يلا بينا نسمع وننبسط ونعيش أجواء مهرجان محكى القلعة. كل ده كان ليه لما شفت عينيك، كل ده كان ليه لما شفت عينيك، حن قلبي ليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك، حن قلبي ليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك. كل ده أجواء مبهجة رائعة لازال بيعيشها جمهور مهرجان القلعة من اليوم الأول وحتى قبل الساعات الأخيرة من ختامه. فبين جدران التاريخ والحضارة استمتع الجمهور بباقة من العروض الغنائية للفنانة نوران أبو طالب والفنان محمد محسن، وتفاعل الجمهور بشكل كبير جدا مع أغانيهم زي يا غالي، أهو ده اللي صار، والفنانين نفسهم كانوا في قمة السعادة بوجودهم على مسرح مهرجان القلعة. كل سنة بحرص ان اجي المهرجان، بس السنة دي في تنظيم مميز جدا، في كراسي زيادة، في شاشات عرض. السنة دي فرصة احسن وتنظيم احسن من كل سنة بصراحة. والله الحقيقة مهرجان القلعة ده ممتاز جدا، انا بحضره سنويا بقالي اكتر من 6 سنين، كل سنة ببقى حريص ان اكون موجود وفي نفس التوقيت ده واجي من بدري علشان احضره. مهرجان جميل، واجمل حاجة عجبتني في المهرجان التنظيم والشكل اللي اتقدم بيه. انا بحب مصر كتير قوي وعجبني المهرجان ده، منظم وفيه يعني كل الاذواق يعني الفنية، وخصوصا انا حبيت احضر هاني شاكر بس للاسف وقتها مش موجوده في مصر، اهو لحقت دلوقتي على المهرجان ده وعجبني جدا جدا. المهرجان في دورته الـ30 تميز بالإقبال الكبير لجمهوره في كل الحفلات، فقدر يجمع كل الناس وكمان الأسر تصطحب أطفالها في صورة مبهجة بتعبر عن عظمة وجمال الرسالة الفنية اللي بيقدمها مهرجان القلعة من خلال 42 حفل متنوع. المهرجانات لقلبي لان هو اكتر مهرجان بيجمع ناس كتير وبيجمع ناس مختلفه واعمار مختلفه، وفي قلب القاهره وفي المكان الحلو ده فدايما له مكانه مخصوص.
الحمد لله. يعني انا بعتبر ان الدوره 30 لمهرجان قلعه صلاح الدين هي واحده من اهم وانجح الدورات، وكان سر رقم 30 كان سر النجاح السنه دي. النجاح الجماهيري الكبير اللي حققه مهرجان القلعه بياكد على ثقه المواطن المصري في المنتج الثقافي اللي بتقدمه الدوله المصريه من خلال دار الاوبرا المصريه، وناكد كمان على فكره تكاتف مؤسسات الدوله من خلال وزاره الثقافه مع وزاره السياحه والاثار وايضا وزاره الداخليه لتامين المواطنين. كل الجهود بتتظافر وتتكاتف من اجل تقديم خدمه تليق بقيمه ومكانه مصر وقيمه ومكانه المواطن المصري. حقيقه طبيعه الناس اللي هنا، حقيقه انت بتلاقي ناس شبهك بتسمع نفس المزيكا اللي انت بتسمعها، لحد ما اغلبيه المغنيين اللي بيجوا هنا والمزيكاتيه ايام زمان، وانا بحب قوي طبيعه الاغاني اللي بتلعب هنا. حاجه مميزه جدا حقيقي ان يكون في مهرجان مجمع كل الفنانين دول في وقت كويس وبسعر كويس جدا. حقيقي الجو جميل جدا والروح حلوه جدا. انا مبسوطه جدا ان انا النهارده في مكان تراث حلو قوي كده، قلعه صلاح الدين الايوبي. انا القلعه دي من زمان قوي ايام الرحلات ما جبتهاش خالص، فكانت فرصه حلوه ان انا اجي واسمع بقى باذني التراث الفني الاصيل والاغاني الحلوه، واشوف بقى فيس تو فيس المغنيين وكده والنجوم بتوعنا الحلوين. فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مستمرة لحد النهاردة، اللي هيكون ختام المهرجان بحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت اللي بينتظر عشاقه ليستمتعوا بمقطوعاته الموسيقية المميزة على مسرح قلعة صلاح الدين الأيوبي. محمود جميل، صباح الخير يا مصر. إن شاء الله يكون حفل ختام قوي يليق بكل يعني الحفلات اللي تقدمت في مهرجان محكى القلعة، والحقيقة أنه الناس السعادة باينة عليها في كل الحفلات والإقبال بيزداد حفلة بعد حفلة، فيعني إن شاء الله تكون الناس اتبسطت وسعدت بهذا المهرجان، وإحنا في الصيف والمصريين يحبوا هذه الأجواء. يحبوا البهجة. يعني حتى من خلال هذا التقرير إحنا عشنا معهم أجواء البهجة اللي كانت موجودة في حفل أمس، ومنتظرين حفلة النهاردة بإذن الله.